القاهرة مجدداً تفتح أبوابها للجميع، الشقيق والصديق والحليف، والهدف تحقيق أمن واستقرار دول المنطقة والرخاء والتنمية للشعوب. ولأن السودان هو الجار الشقيق، فلم تأل مصر جهداً في محاولة رأب الصدع والتقريب بين وجهات النظر إنقاذاً له من أي أخطار. شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على حرص مصر على أمن السودان الشقيق ومواصلة تقديم الدعم الكامل للسودان ودعم وحدة الصف وتسوية النزاع القائم انطلاقا من الارتباط الوثيق بين الأمن القومي للبلدين. وخلال جلسة المباحثات التي عقدها الرئيس السيسي مع رئيس مجلس السيادة السودانية الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أكد الرئيس السيسي استمرار مصر في الاطلاع بدورها في تخفيف الآثار الإنسانية للنزاع على الشعب السوداني. من جانبه أكد رئيس مجلس السيادة السوداني تقدير بلاده الكبير للدعم المصري في ظل الظروف الحالية التي يمر بها السودان، مشيرا إلى أن هذا الدعم يعكس الروابط التاريخية الممتدة التي تجمع بين البلدين الشقيقين والتي انعكست في الدور المصري، واستقبل المواطنون في استقبال المواطنين السودانيين وتخفيف آثار الأزمة. هذا وتناول اللقاء آخر مستجدات القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الأوضاع في قطاع غزة، حيث تم تأكيد ضرورة وقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية بشكل فوري، كما تم التوافق على استمرار التشاور المكثف والتنسيق المتبادل في هذا السياق خلال الفترة المقبلة لما فيه المصلحة المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين. هذا وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد استقبل رئيس مجلس السيادة السودانية الفريق أول عبد الفتاح البرهان في مطار القاهرة الدولي. أقيمت له مراسم استقبال رسمية في قصر الاتحادية بالقاهرة، وعزفت الموسيقى العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين، واصطحب الرئيس السيسي ضيفه إلى قصر الاتحادية حيث تم التقاط صورة تذكارية. علاقات تاريخية ومصير مشترك يجمع مصر والسودان على مدار قرون، وعليه تواصل القاهرة دورها تجاه الخرطوم بهدف الحفاظ على أمن الشعب السوداني واستقرار بلاده. وبطبيعة هذه العلاقات المتميزة، قام الرئيس السيسي بزيارة السودان 7 مرات بين عامي 2014 و2021. من الحقائق التي تؤكدها الوقائع الكثيرة أن لمصر دوراً جوهرياً في صون السلم والأمن على المستوى الإقليمي، إلى جانب كونها من أهم دول الجوار الفاعلة للسودان التي تمثل الأزمة الراهنة فيها تحدياً بالغاً للاستقرار في المنطقة بأسرها. فالعلاقات المتجذرة الضاربة في عمق الدولتين تجعل مصر والسودان يمتلكان نفس المصير الواحد. مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي قدمت كامل الدعم للشعب السوداني الشقيق في تطلعاته نحو تحقيق الأمن والاستقرار والسلام. شهدت علاقات البلدين زيارات قياسية متتالية لم تحدث في تاريخ البلدين، حيث تعمل السياسة المصرية على إقامة علاقات تتميز بالخصوصية والتفاهم العميق مع السودان الشقيق وإحداث نقلة نوعية في شتى المجالات.
وتعد زيارات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى السودان الشقيق دليلاً على عمق العلاقات المصرية السودانية. وقد حرص الرئيس السيسي على أن تكون أول جولة خارجية له عقب إعادة انتخابه لولاية ثانية إلى السودان الشقيق، كما كانت السودان ضمن أول جولة خارجية في ولايته الأولى أيضا. وتوالت الزيارات المباشرة للرئيس السيسي للخرطوم، وبلغت 7 زيارات كان آخرها في مارس من عام 2021. هكذا تمضي مصر في علاقتها بالسودان الشقيق في ضوء إدراكها الواسع لأهمية الامتداد الإفريقي لمصر، وفي القلب منه السودان، وارتباطه بالأمن القومي المصري والعربي. وفي هذا الإطار تواصل مصر جهودها في التواصل مع كافة الأطراف السودانية لوقف شامل ودائم لإطلاق النار يحفظ أرواح ومقدرات الشعب السوداني ويحول دون تدخل أي أطراف خارجية تؤدي إلى تأجيج الصراع الجاري. وينضم إلينا دكتور سعيد الزغبي أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس. دكتور سعيد، بعد التحية، يعني كيف ترى أهمية هذه الزيارة المهمة في هذا التوقيت الحساس والدقيق بالنسبة للسودان؟ أهلا وسهلا بحضرتك وأهلا بالسادة المشاهدين. وعايزين نقول إن ما هو إلا تفعيل للسياسة الحيوية المصرية اللي احنا بنشهدها منذ 8 سنوات. مصر هي زي ما احنا بنقول دايما صخرة الاستقرار والأمن لدول الجوار، سواء إذا كان في السودان، سواء إذا كان في ليبيا، سواء إذا كان في مشكلة قطاع غزة. أنا أعتقد إن مصر من الدول العربية الأولى بل في العالم اللي كان ليها الفضل الأول والوحيد من القيادة السياسية الحكيمة والرشيدة عندنا إن هي تجنب السودان ويلات الحرب. دعت كل القوات السياسية، مصر هي أول دولة دعت كل القوى السياسية لتضع حوار سوداني سوداني دون تدخل أي جهة خارجية في هذا الحوار. ولو حضرتك تفتكري يعني مع بعض كده مؤتمر دول الجوار اللي حصل في شهر يوليو 2023، وكان خارج ببعض المخرجات المهمة جدا اللي انبثقت منه أيضا مؤتمر جدة في هذا الموضوع، كان من أولها التأكيد على الاحترام الكامل لسيادة ووحدة السودان وسلامة أراضيه وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للسودان، والاتفاق على دايما كان سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بيتكلم على دخول وتسهيل المساعدات الإنسانية المستدامة المقدمة للشعب السوداني ودول الجوار بالتنسيق طبعا مع دول الجوار. ويعني احنا لو اتكلمنا دول الجوار بالنسبة للسودان يعني هي أكبر دولة عربية لها دول جوار في الخريطة العربية، 10 دول جوار تدخل فيهم المساعدات الإنسانية. فأنا أعتقد هذه الزيارة مهمة جدا، جاءت للتنسيق على هذا الدعم الإنساني والمساعدات الإنسانية، على اهتمام القوى السياسية الموجودة في السودان بعدم اللجوء أو وقف الحرب. وخاصة النهاردة حضرتك لو احنا يعني متتبعين الموقف النهاردة بتنهي مهمة بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال الديمقراطي في السودان اليوم، وكان أنطونيو جوتيريش بيركز النهاردة الخميس على ان لابد ان تنهي هذه الازمه وان يكون اطراف النزاع السوداني الى وضع هذا السلاح جانبا والانخراط في مباحثات سلميه واسعه النطاق تؤدي الى استئناف مره ثانيه وعوده مره ثانيه المفاوضات. مصر طبعا بتيجي هذه الزياره الثانيه بعد زياره دوله ليبيا والتاكيد على العلاقات الثنائيه بين السودان وليبيا الاقتصاديه والسياسيه. وايضا انا اعتقد ان مصر هي صناعه السلام في السودان لانها جندتهم فعلا ويلات هذه الحروب، واعتقد ان احنا هنلجا بعد كده الى طاوله المفاوضات. واعتقد ان المباحثات النهارده مهمه جدا لكيفيه تشكيل اداره الازمه لجعل هناك طاوله مفاوضات بين الجانبين لاجل انهاء هذا الصراع بين الطرفين. واعتقد احنا بعد كده هنتكلم على البنى التحتيه، وانا اعتقد ان مصر ليها دور كبير جدا في العالم العربي على بناء البنى التحتيه وعوده البنى التحتيه في كافه الدول الجوار اللي يعني بتتضرر من الحروب زي قطاع غزه زي ليبيا. فانا اعتقد ان ممكن المباحثات تتطرق الى يعني دكتور سعيد هذا. ممكن يعني نقول انه في الفتره القادمه في انفراجة في الأزمة وتحول في إدارة الأزمة من الشق العسكري إلى الشق السياسي والدبلوماسي؟ طبعا وده أنا عايز أقول لحضرتك إن مصر يعني لها قوة كبيرة جدا وليها يعني خبرات ومخزون من الخبرات في هذا الموضوع.
احنا كثير من القضايا السياسيه تم حلها بهذا الموضوع بهذا بطاوله المفاوضات. فانا اعتقد ان هناك انفراد في هذه الازمه. احنا دلوقتي يعني نوعا ما توقف الحرب بين الطرفين او النزاع السلاحي بين الطرفين. فانا اعتقد هذه الزياره يعني اتيه لاداره الازمه بشكل ونوع اخر، الا وهو المفاوضات اللي مصر عندها مخزون كبير في هذا الشق. وانا اعتقد سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي اعتقد ان هيركز كتير جدا على ازاي ان السودان تطلع بقدر كبير جدا من المفردات الايجابيه في هذه المفاوضات، والاتفاق على تسهيل نفاذ المساعدات الانسانيه مره ثانيه المقدمه للسودان، لان فعلا السودان والشعب السودان، وده اللي احنا بنأكد عليه، ان شعب السودان محتاج فعلا الى مساعدات انسانيه مستدامه في هذا الموضوع، ونبدأ في وجود حل سلمي لوقف الصراع الدائر بين الطرفين عن طريق طاولة المفاوضات بشراكة مصرية. فمصر فعلا صنعت السلام. وانا عايز اشير بس لحضرتك ان مركز كارينج للسلام في الشرق الاوسط كان عامل احصائية، هذه الاحصائية بتقول من هو الداعم الاساسي لدولة السودان، واجاب نسبة 92% ان القيادة الحكيمة المصرية الموجودة في مصر هي صناعة السلام في السودان. فانا اعتقد احنا لينا الاحقية والاولوية ان احنا نضع المعطيات الاساسية لهذه طاولة المفاوضات لحل النزاع. اشكرك اشكرك جزيل الشكر الدكتور سعيد الزغبي استاذ. كما فتحت مصر أبوابها للشعب السوداني الشقيق، حيث استقبلت أكثر من 232 ألف ضيف سوداني على أرضها. منذ اندلاع الأزمة السودانية سخرت مصر كافة مؤسساتها المعنية لاحتواء الأزمة وحقن دماء الشعب السوداني في إطار السياسة الخارجية المصرية وثوابتها المتمثلة في استقرار ووحدة السودان وعدم التدخل في شؤونه الداخلية وسلامة شعبه الشقيق وتقديم كل المساعدات الممكنة. الجهود المصرية المكثفة لحل الأزمة في السودان تمثلت في حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي وتأكيده على نزع فتيل الأزمة واتصالاته مع كافة الأطراف السودانية، حيث أكد الرئيس خلال لقاءاته مع رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان مواصلة مصر لسياستها الثابتة والداعمة للسودان الشقيق على كافة المستويات. وثمن البرهان المساندة المصرية الأخوية للحفاظ على وحدة وسلامة واستقرار السودان، خاصة من خلال استقبال العديد من المواطنين السودانيين الأشقاء، والذي يمثل امتدادا للدور المصري الفاعل والمقدر في محيطها الإقليمي بالكامل. الرئيس السيسي أجرى أيضا العديد من الاتصالات مع نظرائه في إفريقيا، وكذلك مع زعماء الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والدول العربية والإسلامية لحلحلة الأزمة في السودان ومنعه من الانزلاق نحو الفوضى. ومع استمرار الأزمة السياسية كانت مصر حاضرة في المفاوضات بين الحكومة الانتقالية السودانية والجبهة الثورية، وقد بادرت مصر باستضافة قمة تشاورية لشركاء الإقليميين للسودان في أبريل 2019 بهدف رأب الصدع وحلحلة الخلافات بين كافة الأطراف السودانية بشقيها المدني والعسكري. كما استضافت القاهرة أيضا في أغسطس 2019 اجتماعا بين قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية السودانية، وشاركت مصر في التوقيع على اتفاق تقاسم السلطة بين المجلس العسكري الانتقالي وممثلي المعارضة في 17 أغسطس من عام 2019.
وفي مارس من عام 2022 نظمت الفصائل الاتحادية السودانية بالقاهرة فعاليات إعلان الوحدة الاتحادية التنسيقية. وفي هذا الإطار شغل ملف السلام والاستقرار قلب الاهتمام المصري، وأسفر عن اتفاق بتشكيل قوات مشتركة تحت اسم القوى الوطنية المستدامة للسلام في دارفور. وشاركت مصر في أغسطس 2020 كشاهد وضامن في مراسم التوقيع النهائي على اتفاق جوبا للسلام. هكذا بات موقف مصر ثابتا وراسخا منذ اندلاع الأزمة في السودان، لتواصل مصر تأكيدها مرارا وتكرارا على احترام خيارات الشعب السوداني وتطلعاته نحو الاستقرار والأمن. أعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن مصر تسلمت 5 مليارات دولار من الدفعة الأولى لصفقة الشراكة الاستثمارية مع دولة الإمارات العربية المتحدة بخصوص مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة. وخلال اجتماع الحكومة أوضح مدبولي أنه من المقرر تسلم 5 مليارات دولار أخرى الجمعة غدا، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ إجراءات للتنسيق بين البنك المركزي والجانب الإماراتي لتحويل 5 مليارات دولار من الوديعة إلى الجنيه المصري. كما أكد رئيس مجلس الوزراء أن مصر ستحصل خلال 2 شهر على باقي المبلغ الذي تم الإعلان عنه لاستكمال مبلغ 35 مليار دولار كاستثمار مباشر يدخل للدولة من هذه الصفقة. هذا بخلاف نسبة 35% التي ستحصل عليها الدولة من صافي أرباح المشروع. We'll be right back.
استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الدعم الطبي لمصابي قطاع غزة، حيث تم استقبال نحو 1043 حافلة بإجمالي عدد 44,065 حالة مصابة، من بينها 10,730 طفلا. وقد تم تطعيم هؤلاء الأطفال ضد شلل الأطفال والحصبة الألمانية والغدة النكفية. وشهد الاجتماع تأكيد على توافر الأطقم الطبية المتخصصة في مختلف المجالات لتوفير أفضل استجابة طبية لمصابي القطاع. وتستقبل مصر ما بين 40 إلى 50 مصابا يوميا، حيث يتم توزيعهم على نحو 85 مستشفى، وتم إجراء نحو 1562 عملية جراحية للمصابين. هذا بالإضافة إلى الحالات التي تم إعدادها للسفر إلى الخارج، وقد بلغت 1366 حالة. وافق رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على إنشاء المركز الدولي للهيدروجين الأخضر، كما وافق رئيس الوزراء خلال ترأسه اجتماع المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر على البنود الخاصة بمبادرة دعم صناعة الهيدروجين بمبلغ 270 مليون يورو، وأكد الموافقة على عقد ورشة عمل للمبادرة الإقليمية الممولة من الاتحاد الأوروبي، ودعوة مختلف الجهات المعنية بملف الهيدروجين الأخضر لحضور هذه الورشة. وشهد الاجتماع استعراض الموقف الخاص بالدراسات المتعلقة بتخصيص عدد من قطع الأراضي المقترحة لتنفيذ مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر وتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة والجديدة لتلبية احتياجات ومتطلبات المستثمرين في هذا القطاع الحيوي. انطلقت فعالية الحوار الاقتصادي في يومه الختامي لمناقشة محور العدالة الاجتماعية. من المقرر أن تناقش الجلسات اليوم أدوات الحماية الاجتماعية وسبل تمكين المواطن المصري والسياسات التوزيعية للأموال التي تستخدمها الحكومة لتأمين السلع أو الخدمات للمواطنين. تأتي الجلسات للخروج بحلول ومقترحات قابلة للتنفيذ، من شأنها المساهمة في النهوض بالأوضاع الاقتصادية. أطلقت الدولة المصرية القافلة الرابعة من المساعدات الإغاثية العاجلة لأهالي قطاع غزة. تضمنت القافلة شاحنات محملة ب40 طن من كافة المستلزمات المطلوبة تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي. هذا ويجري تجهيز قافلة خامسة بناء على طلب أهالي قطاع غزة. أهلا بكم من جديد. تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باستمرار الجسر الجوي لنقل المساعدات الإنسانية العاجلة للأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة، أقلع عدد من طائرات النقل العسكرية المصرية والإماراتية من مطار العريش تنفيذ أعمال الإسقاط الجوي ليلا لعشرات الأطنان من المساعدات والمواد الإغاثية العاجلة للتخفيف من الأزمة الإنسانية الحادة التي يعاني منها المواطنون الفلسطينيون في شمال غزة. تضمنت المساعدات كميات كبيرة من المواد الغذائية والأدوية والاحتياجات العاجلة التي تم إسقاطها جوا بمناطق متفرقة من شمال القطاع. تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة باستمرار الجسر الجوي لنقل المساعدات الإنسانية العاجلة للأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة،
أقلع عدد من طائرات النقل العسكرية المصرية والإماراتية من مطار العريش لتنفيذ أول عملية إسقاط جوي ليلاً لعشرات الأطنان من المساعدات والمواد الإغاثية العاجلة للتخفيف من الأزمة الإنسانية الحادة التي يعاني منها المواطنون الفلسطينيون في شمال غزة. وقد تضمنت المساعدات كميات كبيرة من المواد الغذائية والأدوية والاحتياجات العاجلة التي تم إسقاطها جواً بمناطق متفرقة من شمال القطاع والتي تفتقر إلى مقومات الحياة الأساسية نتيجة استمرار العمليات العسكرية. يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة بالتنسيق مع كافة القوى الفاعلة إقليمياً ودولياً لتحقيق التهدئة وإنفاذ المساعدات الملحة للتخفيف من الجائحة الإنسانية داخل قطاع غزة. شهد معبر رفح البري اليوم دخول أكثر من 200 شاحنة تحمل مساعدات إنسانية وغذائية متجهة لمنفذي كرم أبو سالم والعجا. واستقبل المعبر عددا من الجرحى والمصابين الفلسطينيين للعلاج بالمستشفيات المصرية. للمزيد ينضم إلينا من أمام معبر رفح محمود جميل مراسل التلفزيون المصري. بعد التحية لازلنا نتابع معكم حركة الشاحنات التي تدخل من خلال بوابة معبر رفح البري دخولا إلى قطاع غزة لدعم الأشقاء الفلسطينيين. ربما هذه شاحنة تدخل الآن وتلك شاحنة خارجة يعني بعد أن أفرغت حمولتها، فهذه هي الحركة الآن داخل معبر رفح، الشاحنات التي تدخل تباعا لمنفذي كرم أبو سالم والعوجة لدخول أكبر عدد من المساعدات الإنسانية. إذا ما تحدثنا عن حركة المساعدات اليوم، نتحدث عن دخول 166 شاحنة لمنفذ كرم أبو سالم بالإضافة إلى 114 شاحنة إلى منفذ العوجة، لكن هذه الأرقام أيضا تزداد لأنه في يعني الساعات الأخيرة بعد ظهر اليوم هناك عدد من الشاحنات أيضا لازالت تدخل، وهذا على غير العادة أن هناك عدد من الشاحنات تدخل بعد ظهر اليوم بخلاف الشاحنات التي دخلت صباح هذا اليوم. من ضمن هذه الشاحنات أيضا نتحدث عن 20 شاحنة خاصة بالمساعدات لدولة الإمارات الشقيقة، بالإضافة إلى دخول عدد من شاحنات الغاز، نتحدث عن 4 شاحنات للغاز و3 شاحنات للسولار من خلال بوابة معبر رفح المصري مباشرة لدعم الأشقاء داخل قطاع غزة. هذه المساعدات تدخل من خلال هذا المعبر لمنفذي كرم أبو سالم والعوجة، لكن كل الأمال معلقة أيضا على زيادة وتيرة دخول أكبر عدد من المساعدات، نظرا لأن قطاع غزة بحاجة كبيرة إلى مزيد من المساعدات خاصة المساعدات الغذائية. هذه هي الصورة اليوم من أمام بوابة معبر رفح المصري، عودة إليكم مرة أخرى. بحث وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن مع نظيره الإسرائيلي يوآف جالانت الحاجة الملحة لإيصال مزيد من المساعدات الإنسانية للفلسطينيين وإيجاد طرق جديدة لإدخالها لشمال غزة. وفي بيان لها قالت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون إن أوستن طلب من نظيره الإسرائيلي تقييما لمفاوضات الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين في غزة. يأتي هذا فيما ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن البيت الأبيض يدرس احتمال إسقاط المساعدات جوا من طائرات الجيش الأمريكي على قطاع غزة مع تزايد صعوبة توصيل المساعدات برا. ارتفعت حصيلة المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في شارع الرشيد غرب مدينة غزة إلى أكثر من 100 شهيد وأكثر من 700 جريح. أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال ودباباته المتمركزة في الطريق الساحلي غرب مدينة غزة فتحت نيران رشاشاتها باتجاه آلاف المواطنين من شمال قطاع غزة وتحديدا مدينة غزة وجبلية وبيت حنون، في
فيما كانوا ينتظرون وصول شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية. وأوضحت الوكالة أنه جرى نقل عشرات الشهداء ومئات الجرحى إلى مستشفيات مجمع الشفاء الطبي وكمال عدوان والعودة شمال قطاع غزة. هذا وقد أعلنت وزارة الخارجية إدانة مصر بأشد العبارات الاستهداف الإسرائيلي اللا إنساني لتجمع من المدنيين الفلسطينيين العزل الذين كانوا ينتظرون وصول شاحنات المساعدات الإنسانية في دوار النابلسي شمال قطاع غزة، الأمر الذي أسفر عن سقوط أعداد كبيرة من الضحايا والمصابين. وفي بيان لها أوضحت الخارجية أن استهداف مواطنين مسالمين يهرولون لالتقاط نصيبهم من المساعدات الإنسانية جريمة مشينة وانتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واستهتار بقيمة الإنسان وقدسية روحه. وهذا وقد طالبت الأطراف الدولية الرئيسية ومجلس الأمن لا سيما الدول التي تعيق قدرة المجلس عن المطالبة بوقف إطلاق النار بتحمل المسؤولية الإنسانية والأخلاقية والقانونية عن وقف الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني. أدانت الرئاسة الفلسطينية المجزرة البشعة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق المواطنين الذين كانوا ينتظرون وصول شاحنات المساعدات عند دوار النابلسي بمدينة غزة، مما أدى إلى استشهاد وإصابة المئات. وفي بيان لها أكدت الرئاسة الفلسطينية أن سقوط هذا العدد الكبير من الضحايا المدنيين الأبرياء الذين يخاطرون من أجل لقمة العيش يعتبر جزءا لا يتجزأ من حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها حكومة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني. هذا وأكدت أن الصمت الدولي هو الذي شجع الاحتلال على التمادي في سفك الدم الفلسطيني والقيام بجرائم إبادة غير مسبوقة في التاريخ الحديث. هذا وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة لليوم 46 على التوالي عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي والأحزمة النارية. وكشفت السلطات الفلسطينية أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي ومدفعيته واصلت غاراتها وقصفها العنيف على أرجاء متفرقة من قطاع غزة مستهدفة منازل وتجمعات النازحين والشوارع، ما أوقع عددا من الشهداء والجرحى. وسط جهود إقليمية ودولية متسارعة للوصول إلى اتفاق هدنة وصفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين بين إسرائيل وحركة حماس قبل شهر رمضان، يتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في يومه 46. واصلت قوات الاحتلال حرب الإبادة الجماعية بحق المدنيين والأسر الفلسطينية وقصف المنازل على رؤوس ساكنيها، فيما يتهدد شبح الموت جوعا سكان القطاع. مدفعية الاحتلال واصلت منذ فجر اليوم ارتكاب المجازر الإنسانية بحق المدنيين الفلسطينيين واستهدفت مخيمي النصيرات والبريج وسط غزة، مما أدى إلى استشهاد أكثر من 25 فلسطينيا على الأقل، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فضلا عن وجود عشرات المفقودين تحت الأنقاض إثر استهداف طائرات الاحتلال للأحياء السكنية على رؤوس ساكنيها. وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى أكثر من 30,000 شهيد وأكثر من 70,000 من الجرحى والمصابين، فضلا عن وجود أكثر من 8,000 آخرين تحت ركام الأحياء السكنية المنهارة. المتحدث باسم وزارة الصحة قال إن المنظومة الصحية في شمال غزة أصبحت عاجزة تماما، خصوصا بعد توقف مستشفى كمال عدوان عن العمل، مشيرا إلى أن عدد الشهداء جراء حرب التجويع في تزايد خاصة بين الأطفال،
محذرا من أن هناك أعدادا من الأطفال في العناية المركزة مهددون بالوفاة جراء الجوع. ومع زيادة التعنت الإسرائيلي بمنع وصول المساعدات الإغاثية لفلسطينيين خصوصا في شمال غزة، لجأ عدد من الدول وعلى رأسها مصر والأردن والإمارات وقطر وفرنسا إلى تنفيذ عملية إسقاط جوي لأطنان من المساعدات الإنسانية فوق غزة بواسطة طائرات النقل العسكرية التي تضمنت كميات كبيرة من المواد الغذائية والاحتياجات الإنسانية العاجلة للتخفيف من آثار الأزمة الحادة الناجمة عن استمرار العمليات العسكرية في قطاع غزة. أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف أن أكثر من 80% من الأطفال في قطاع غزة يعانون فقرا غذائيا حادا. أضافت المنظمة أن هناك أكثر من 10,000 طفل دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية التي تهدد حياتهم، وكان يمكن حمايتهم لولا استمرار تزايد خطر المجاعة بسبب تعليق وصول المساعدات. بين يوم وليلة تحولت أحلام أطفال قطاع غزة من تنظيم رحلة مدرسية أو ترفيهية إلى الحدائق والمنتزهات إلى رحلة إلى السماء، فلا رأوا تلك الصورة التي رسموها لأنفسهم وهم يلعبون مع زملائهم، ولا عاشوا مع آبائهم في منازلهم محاطين بدفء العائلة. أطفال غزة الذين شابوا قبل أوان الشيب ذاقوا ويلات الحرب التي دخلت يومها 46 بعد المئة، فمنهم من رحل إلى جنات السماء، ومنهم من فقد أحد أبويه بسبب صاروخ أو ضربة مدفعية وأصبح وحيدا بين شعب يواجه شبح الموت بسبب الجوع والعطش ونقص الأدوية وخروج أغلب المستشفيات عن الخدمة. مع كل دوي انفجار أو مجرد سماع صوت للبرق أو الرعد يرتجف أطفال غزة خوفا من موت محتمل يحوطهم من كل الأرجاء، وهم يعيشون في خيمة لا تحميهم من برد الشتاء ولا سقوط المطر، ينتظرون مصيرا واحدا وهو الموت لا محالة. أكثر من 30,000 فلسطيني استشهدوا منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، أغلبهم من الأطفال الذين تضعهم قوات الاحتلال الإسرائيلي ضمن قائمة أهدافها الأولى للضربات. ومن لم يمت منهم بضربة صاروخ أو مدفعية مات من المرض أو سوء الأحوال المعيشية للنقص المتعمد للغذاء ومياه الشرب. هنا في غزة أطفال لم يتجاوز عمرهم 10 أصبحوا العائلين لأسرهم بعد رحيل رب الأسرة أثناء خروجه يوميا للبحث عن وجبة من الخبز. مشاهد مؤلمة تعجز الكلمات عن وصفها. فهذا طفل استيقظ من نومه على صوت للقصف، وهذا طفل يمسك في يد أحد والديه، وآخر يبحث في مستشفى أو بين الأموات لعله يعثر عن أحد من عائلته دون جدوى. تعقد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ورشة عمل تحت عنوان الصحافة المصرية في ظل تحديات التحولات الرقمية، وتناقش الورشة عدة محاور أبرزها التحديات والفرص أمام تحول الإعلام التقليدي إلى رقمي، والقدرة على التعامل مع الأدوات التكنولوجية في غرف الأخبار، وكذا مدى تعبير جماعة الرأي في مصر عن شواغل الصحافة المصرية. انطلقت فعاليات المؤتمر السنوي لأمراض الصدر، وافتتحه رئيس الجمعية المصرية لخبراء الصدر الدكتور حسام حسني بالمتحف القومي للحضارة، وبحضور نخبة من كبار أساتذة الأمراض الصدرية والمتخصصين. وتم عرض الجهود المبذولة في مواجهة الأمراض الصدرية والوبائية خلال المؤتمر، وكيفية القيام بالتشخيص والعلاج والاطلاع على أحدث البروتوكولات العلاجية الحديثة في مجال لأمراض الصدر. تعزيزا للجهود الطبية والصحية في مكافحة الأمراض الوبائية والعمل على الوقاية منها، انطلقت فعاليات المؤتمر السنوي لأمراض الصدر، والذي افتتحه الدكتور حسام حسني رئيس الجمعية المصرية لخبراء الصدر بالمتحف القومي للحضارة، وبحضور نخبة من كبار أساتذة الأمراض الصدرية والمتخصصين. دايما بنتكلم على حاجة مهمة جدا، هي السياحة العلاجية، وإن السياحة العلاجية هي جزء من أساس المنظومة الصحية في مصر ومستقبل مصر في الفترة القادمة. فكان ده الهدف، إن احنا نختار المتحف القومي حضرات نحن نتكلم على الماضي والحاضر والمستقبل في الطب في مصر،
ونتكلم على شيء أهمية السياحة العلاجية في الخريطة المصرية وأهمية الأمراض الصدرية في السياحة العلاجية في مصر. وخلال المؤتمر تم عرض الجهود المبذولة في مواجهة الأمراض الصدرية والوبائية وكيفية القيام بالتشخيص والعلاج والاطلاع على أحدث البروتوكولات العلاجية الحديثة في مجال أمراض الصدر. مؤتمر بيضم كل خبراء أمراض الجهاز التنفسي وأمراض وجراحين الصدر وخبراء الجهاز التنفسي سواء في الكبار أو في الأطفال، خبراء الأورام سواء في الكبار أو في الأطفال برضو. احنا في الايام دي طبعا كل الناس بتسال دايما على الجهاز التنفسي والفيروسات التنفسيه المنتشره في بالذات في اطفالنا او في الكبار، الفيروسات اللي موجوده، هل في فعلا يعني الكورونا والانفلونزا والحاجات دي كلها. فعشان كده اهميه هذا المؤتمر، فالمؤتمر مهم جدا وبيتناقش فيه كل الجديد في الامراض الصدريه. تاتي المؤتمرات العلميه الطبيه لتواكب كل جديد يشهده العالم في مجالات مكافحه الامراض وتوفير احدث طرق للعلاج، حتى يمكن الاستفاده من جميع الخبرات العلميه والبناء عليها لتحقيق صحه افضل للجميع. احمد الحسيني، التلفزيون المصري. فتح معرض القاهرة الدولي أبوابه في نسخته 57 بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات وبتخفيضات تصل إلى 25%، ويعد المعرض فرصة لتلبية احتياجات المواطنين من سلع غذائية وأجهزة وملابس. المزيد يطلعنا عليه مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرس. تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. بالفعل هنا معرض القاهرة الدولي في نسخته 57 الذي يفتح أبوابه في اليوم الأول من 10 صباحا وحتى 10 مساء. بهذا المعرض يوجد أكثر من 2000 شركة مشاركة بعدد كبير من المنتجات والسلع الاستهلاكية الخاصة بالمواطنين. نتحدث بالطبع عن المنتجات الأساسية من زيوت وسكر وأرز ومنتجات أساسية متواجدة بالفعل وبتخفيضات تبدأ من 10% إلى 25% إلى 30% تقريبا. حتى تحدث أيضا عن مستلزمات شهر رمضان الكريم متواجدة أيضا داخل هذا المعرض. نتحدث عن مشاركات أيضا لشركات للجلود المختلفة، شركات للمناحل، كل هذه الشركات متواجدة بالفعل داخل هذا المعرض. نتحدث أيضا عن مشاركة كبيرة من المواطنين، وخلال حديثنا مع المواطنين تحدثنا عن مدى توافر المنتجات ومدى تنظيم هذا المعرض، وتحدثوا عن يعني أنهم سيواصلون القدوم لهذا المعرض للاحتياجات المختلفة. تحدث أيضا عن أن هذا المعرض يعد من أهم المعارض التي يعد فرصة للترويج والتسويق للشركات المختلفة للمنتجات المتنوعة، حتى بداية من المنتجات الأساسية كما ذكرنا، وصولا للشركات الخاصة بالأجهزة الكهربائية وعدد كبير من الوزارات الذي جاء ليعرض المنتجات الخاصة به. أيضا بالإضافة لذلك ضيف شرف هذه النسخة 57 لدولة ليبيا الشقيقة. بالطبع الدول أيضا تشارك بمنتجات خاصة بها لعرض إما الثقافة الخاصة بها أو حتى للمنتجات التي تباع، إما منتجات للاستهلاك الغذائي أو حتى منتجات مثل الملابس على سبيل المثال. ويستمر هذا المعرض حتى التاسع من مارس ويفتح أبوابه من 10 صباحا وحتى 10 مساء. وصل معرض أهلا رمضان بمدينة دمياط استقبال المواطنين، وشهد المعرض انخفاضا ملحوظا في أسعار بعض السلع، كما شهد أيضا طرح كميات من الأرز والسكر بسعر 27 جنيها للمستهلك، الأمر الذي شجع الأهالي للإقبال على شراء مستلزماتهم. تم افتتاح معرض أهلا رمضان بتوفير جميع السلع الأساسية للمواطن محدود الدخل بخصم 30% عن قبيل هذه السلع بالأسواق، ويتوفر بالعرض جميع السلع الأساسية بأسعار مخفضة، ومنها السكر بسعر 27 جنيه والرز بسعر 27.5. موجود فيه كل حاجة موجودة، السكر موجود بسعر 27 جنيه الكيلو، وموجود الرز بأقل من السوق كتير جدا، وموجود الزيوت، وموجود تمور، وموجود الكركديهات، وموجود كل حاجة، والفراخ البانية، وموجود كل شيء. وصلنا إلى نهاية النشرة، إليكم أبرز العناوين. الرئيس السيسي خلال استقباله البرهان يؤكد دعم مصر لوحدة الصف السوداني وتسوية النزاع القائم بما يحافظ على وحدة وسلامة البلاد.
مدبولي يعلن تسلم مصر 5 مليارات دولار دفعة جديدة من مشروع رأس الحكمة، بالإضافة إلى 520 مليون دولار ضمن صفقة الاكتتاب على 7 فنادق تاريخية. أكثر من 100 شهيد ومئات الجرحى في مجزرة الاحتلال بشارع الرشيد في غزة، ومصر تدين الاستهداف الإسرائيلي للمدنيين. انتهت نشرتنا الإخبارية، دمتم في رعاية الله. شكرا للمتابعة.